والله ما أصيب إنسان في نفسه أو في أهله وولده أو في ماله أو في أي شيء عزيز عليه واعتقد في قلبه أن الله يعوضه إلا عوضه الله عز وجل. أبدا لا يكون في قلب الإنسان مثقال ذرة من سوء الظن بالله، ولذلك أحرص ما يكون الشيطان في مثل هذه المواقف. وتجد المؤمن إذا أصابته المصيبة يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب لكي يخيب ظنه بالله، يقول له: لو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد ولدك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد بنتك، ولو كنت مؤمنا ما ابتلاك الله بفقد مالك، ولو كنت ولو كنت. ولكن ما أحسن عبد ظنه بالله فخيبه الله أبدا. إياك أن يدخل إلى قلبك مثقال ذرة من سوء الظن بالله عز وجل. فلعل المال تفقده فتخرج منك كلمة عند الفقد تثني بها على الله يحبك الله حبا لا سخط بعده، وقد يرفعك الله بهذه الكلمة إلى درجة لا تبلغها بكثير صلاة ولا صيام، ولو كانت المصيبة مهما بلغت من الأموال والأحفاد. أن يدخل إلى قلبك مثقال ذرة من سوء الظن بالله